ترامب دائما يضع على الطاولة العصا والجزرة، لكن هذه المرة سيضع العصا بدون الجزرة وسيقول لهم العصا لمن عصى. اليوم ترامب جاي بخطة جديدة ويحاول أنه يهدئ الشرق الأوسط ويفرض سيطرته على الشرق الأوسط، وخاصة يحاول أنه يحد من إيران وأذرع إيران في المنطقة التي يعني شوفت الدول العربية والشعوب العربية الويلات من تدخلها من لبنان وسوريا واليمن والعراق وسطوة الميليشيات والفصائل المسلحة الخارجة عن القانون التي تهدد السلم المجتمعي. اليوم ترامب عنده خطة جديدة، يحاول أنه ينهي الحروب وينهي الصراعات في منطقة الشرق الأوسط ويحد أو يقضي تماما على مسألة الفصائل المسلحة والميليشيات. نحن لاحظنا بالسنوات الماضية عندما كان الرئيس بايدن بإدارته الضعيفة أصبحت السفارة الأمريكية وهي تعتبر تمثيل دبلوماسي في كل دول العالم، أصبحت السفارة الأمريكية يعني محط سخرية للجميع لكون الفصائل المسلحة يوميا تقوم بقصف السفارة والاعتداء على السفارة والهجوم على السفارة وطرد السفير وهروب كثير من الممثلين الدبلوماسيين بالسفارة. هذا أعطى طابع بأنه الفصائل المسلحة اللي موجودة اليوم في العراق هي فوق القانون الدولي وفوق القانون العراقي. نعم. هي لا تتعلق لا بأمرة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وكثير منهم صرح علنا بأنه هو يأتمر بأمرة إيران ويأتمر بأمرة الولي الفقيه ويطبق ما يريدون ولا يهمهم الشعب العراقي، والعراق إن خسر وإن دمر أو دخل في حروب وصراعات دولية. لهذا السبب اليوم ترامب لربما يريد أن يصحح مسيرته في الولاية الأولى وسيلجأ إلى طريقة جديدة في الولاية الثانية باختيار شخصيات لربما أكثر صرامة وأكثر تشدد للمرحلة القادمة.